الخير. من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. مندوبنا في مجلس الأمن: سوريا ضحية لحرب بالوكالة. والخارجية تدعو لوقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات. تصفية مسؤول الحراك المسلح حاسم بدمياط. 154 مليون دولار لدعم الطاقة المتجددة. وإليكم تفاصيل النشرة. الشعب السوري ضحية لحرب بالوكالة، هذا ما أكده السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر في مجلس الأمن خلال جلسة لبحث الهجوم الأمريكي على قاعدة جوية سورية، مشددا على أن الأحداث ستظل شاهدة على غياب الضمائر بسبب مصالح الأطراف الضيقة، مؤكدا أن الأزمة لن تنتهي إلا بعد الاتفاق على صفقة سياسية بين الأطراف المتصارعة، قائلا: لقد مللنا بيانات الأسف والإدانة بسبب المأساة الإنسانية التي عصفت بحياة الشعب السوري، وموضحا أن التسوية ممكنة إذا خلصت النوايا. هذا وأكدت مصر على أهمية تجنيب سوريا ومنطقة الشرق الأوسط مخاطر تصعيد الأزمة حفاظا على سلامة شعوبها، ومطالبة بسرعة العمل على إنهاء الصراع العسكري في سوريا حفاظا على أرواح الشعب ومقدراته، من خلال التزام كافة الأطراف السورية بالوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لمائدة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة. ودعت مصر الولايات المتحدة وروسيا إلى التحرك الفعال على أساس مقررات الشرعية الدولية وما تتحلى به الدولتان من قدرات لاحتواء أوجه الصراع والتوصل لحل شامل ونهائي للأزمة التي تفاقمت على مدار السنوات الست الماضية وأدت لتشريد المواطنين السوريين واتساع رقعة التدمير. كانت القوات الأمريكية قد وجهت ضربات صاروخية إلى مطار الشعيرات العسكري السوري، وقالت واشنطن إنها تعتقد أن هذا المطار استخدم لقصف منطقة خان شيخون في إدلب بالسلاح الكيميائي، فيما أكدت سوريا أن إقدام الولايات المتحدة على هذا الفعل المشين يوضح بالدليل القاطع أن تعاقب الإدارات الأمريكية لا يغير من السياسات العميقة باستهداف الدول وإخضاع الشعوب ومحاولة الهيمنة على العالم، مشيرة إلى أن الدعم الأمريكي للتنظيمات الإرهابية لن يزيد الشعب السوري إلا إصرارا على دحر الإرهاب. ضربة جديدة ضد الإرهاب. فقد أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل مسؤول الحراك المسلح حاسم بجماعة الإخوان الإرهابية بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الأمن بدمياط. وقالت الداخلية إنه في إطار الجهود لكشف ملابسات واقعة استشهاد خطيب نظامي من قوة مركز شرطة دمياط، توفرت معلومات حول اختفاء أحد منفذي الحادث بمنطقة المزارع السمكية بالسيالة، وعند استيقافه أثناء قيادته دراجة بخارية أطلق النار على القوات مما دفعها للتعامل معه، وقد تم العثور بحوزته على بندقية آلية. لدعم مشروعات الطاقة المتجددة نجحت مصر في الحصول على تمويل قدره 154 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ برنامج الإطار التمويلي للطاقة المتجددة، ويعد هذا ثاني مشروع تمويلي في مجال الطاقة لدعم استثمارات القطاع الخاص، حيث حصلت مصر على 202 مليون دولار ضمن برنامج صندوق التمويل المستدام للطاقة الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لدعم الصادرات المصرية ينظم البنك الأهلي المتحد مصر حفل استقبال على هامش المعرض الدولي الثاني لأقمشة التنجيد والستائر إيجي هوم تكس، وذلك مساء السبت 8 أبريل بأرض المعارض بمدينة نصر. وجدير بالذكر أن المعرض تشارك فيه العديد من الشركات العاملة في قطاع المفروشات. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرة أخرى بإذن الله.